بسم الله. يقول السائل: لقد تزايد المد التنصيري عندنا في البلاد حتى أصبحت كثيرا من بلاد الكويت حتى أصبحت كثير من الأسر المسلمة تحتفل بأعياد النصارى، وقام بعض الشباب بتغليل النصارى بلباسهم وزيهم وتعليق بعضهم للصليب على صدورهم، فما هو توجيهكم لنا علما بأننا في بلد يسمح أحيانا بحرية الأديان؟ النصيحة في آية من كتاب الله، ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية تكفي لكل مؤمن. ثم إني أحذرهم من تغرير هؤلاء النصارى بقول الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم، ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبينهم الحق. فعليهم أن لا يقتفوا بهذا، وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وليضرب لهم الأمثال بما فعل النصارى بالمسلمين سواء في العصر الحاضر أو في العصور السابقة، وكيف يتولونهم وهم يفعلون بالمسلمين ما يفعلون، بل كيف يتولونهم وهم أعداء الله ورسوله. فالإنسان المؤمن حقيقة لا يمكن أن يقلد هؤلاء. أما احتفالهم بأعيادهم فقد قال ابن القيم رحمه الله: إن هذا إن سلم من الكفر، إن سلم من الكفر ففعله من أكبر المعاصي وأشد من إقرارهم على شرب الخمر، لأنهم يحتفلون بهذه الأعياد على أنها أعياد شرعية عندهم، وهي أعياد كفرية لا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا بها ولا أن يرفعوا بها رأسا. قد يقولون مثلا: ألسنا نهنئكم على عيدكم في الفطر والأضحى؟ فنقول: بلى، لكن عيدنا عيد شرعي مرضي عند الله، وعيدكم عيد كفري مسخوط عند الله، ونحن وأنتم بشر مخلوقون لله متعبدون بشريعة الله، وكان الواجب عليكم أن تحتفلوا بعيدنا وأن تدخلوا في ديننا فضلا عن أن تحتفلوا بعيدنا، أما نحن فمحرم علينا أن ندخل في دينكم ومحرم علينا أن نحتفل بشرائعكم وشعائركم. عرفت؟ وعليكم أيها الأخوة أنتم في بلادكم أن تكافحوا هذه الفكرة السيئة وأن تتصدوا للرد عليها، ولكن ليس بعنف، لأن العنف لا يولد إلا عنف. فعليكم بالرفق وبيان الحكم الشرعي على وجه هادئ يحصل به المقصود.